وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه. ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التلفزيون من بيوته توبة إلى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا: هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت؟ نقول: لا، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدونه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل ربه أن يمضي لأصحابه هجرته، قال: ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا تجعلهم ينكصون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم. وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم، حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا، يعني علمانيا بمعنى أنه لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله، ولا بين الفسوق والطاعة. فالإيمان هو التقدم حقيقة، المتقدمون هم المؤمنون، والتقدم يكون بالإيمان، والردة تكون نقصا على العقبين، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: ولا تردهم على أعقابهم. لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة.